رحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حباب قلبي بكل خير ان شاء الله. استخارة من القرآن الكريم لمواليد برد الجوزاء، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابي في الله اللي بيشاهدوا قناة الشيخ يوسف يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني، وانزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الكاشف، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. سورة الأحقاف، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق. لا إله إلا الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. شايفين أنتم بدأتم يعني تشوفوا حياتكم، حاسين إن الدنيا ملطشة معاكم يمين وشمال. الفترة اللي داية هتبدأوا تعيدوا حساباتكم، هتبدأوا تنتقلوا من المكان اللي انتوا فيه، وهتشوفوا الدنيا بشكل أحسن، هتشوفوا الدنيا بشكل مختلف، هتنقلوا من المكان اللي انتم فيه. أنا شايف إن أنت هتنتقلوا من المكان اللي انتم فيه ده بإذن الله تعالى، هتكون فيه السعادة، فيه الراحة ليك، فيه اطمئنان ليك، فيه خروج من الأزمة اللي انت فيه. انتم انفصلتم عن حد؟ انتم انفصلتم عن حد؟ أنا شايف في طاقة عندكم، بس برضو في طاقة حلوة. في حد مريض عندكم بيشتكي من تعب، بيشتكي من دوخة، من ألم، من تعب، عنده شفاء، عنده شفاء بإذن الله تعالى، عنده شفاء بإذن الله تعالى. خلي بالك، في حد قريب ليك، حد قريب ليك أذيك، تعبك، خانك، تعبان منه، مش عارف تعاتبه او مش عارف تتكلم معاه، هو اذيك بس انت مش قادر تمسك عليه حاجة، عايز تمسك عليه حاجة انت عشان تقدر تعاتبه. بس عندكم طاقة، يعني الطاقة دي مأثرة عليكم في كذا حاجة، يعني شايف ان شايف برضو ان انتوا عايزين تقطعوا علاقتكم حرفية بحد اذيكم، به اللي اذيكم ده عايزين تقطعوا، هو عمال يطعم فيكم. شايف برضه هنا في بداية جديدة، شايف عندك حدرة جديدة تكتمل معاك، شايف عندك فيها الفرحة. شايف برضه هنا في حد بيتدخل في حياتكم بيأذيكم، يعني شايف بيأذيكم من طاقة سلبية، يعني انتم ما بتحبوش الكلام ده او ما بتحبوش الطريقة دي. شايف ان انتم هنا خايفين، خايفين تبدأوا من بداية، خايفين تبدأوا من حاجة، في حاجة يعني عندكم خايفين منهم. شايف برضو هنا البعض منكم خايف من التقليد، خايف من العادات، بس برضو في حدا مأثر عليكم، شايف في حدا مأثر عليكم. شايف برضو عندكم برضو بداية جديدة أحسن من اللي انتم فيه. أنا شايف إن انتم قررتوا تمشوا وتنتقلوا من مكان، وقررتوا تمشوا في الطريق، مش هتقفوا، حبيتوا توصلوا لهدفكم، محدش هيعطلكم. شايف برضو عندكم عقد، عقد أوراق، في ورقة هتمضوها، يعني الورقة دي أنا شايف عندكم ورقة هتمضوها، الورقة دي هتحقق لكم نجاح، يعني هتحقق لكم حاجة جديدة فيها نجاح. أنا شايف عندك نقطة جديدة بالفعل، أنتوا يعني بعد الإمضاء في ورقة هتمضوه هيعلي شأنك شوية. شايف عندك تحسن حلو، يعني شايف برضه هنا أنا شايف وشكم ابتدى ينور، في تنوير، ابتدت تبعد عنك الغمامة أو الطاقة السلبية. بسم الله الكاش، بس في حد هنا مأثر على حياتكم، مأثر عليكم، يعني انا شايفكم انتوا بتعانوا اكتر من حد. على قد ما انتوا بتعانوا في عندكم مفردات حلوه، في على قد ما انتوا بتعانوا الورقه دي اللي هتمضوها فيها خير، هتكونوا مبسوطين جدا بيها. يعني شايف يعني ان انتوا هتحسوا قد ان الورقه دي جات لكم فعلا في الوقت المناسب. انا شايف برضه يعني هنا كانت ديالكم في احسن وقت، في حال افضل باذن الله تعالى. شايف عندك طاقه ايجابيه، شايف ايه امور هتكتمل معاكم. انا شايف برضو انت مستني حاجه، فرغ الصبر مستنيها. شايف عندك طاقه انتظار، مستني حاجه، رساله، خبر تسمعوه، حد راجع، حد جاي لك.
ان انا شايفك بالك مشغول بحاجات كتيرة جدا، شايفكم انتوا عايزين تعملوا حاجات في حاجات، شايف عندك برضو شوية تعب في عدل دكتور، شايف ان انت عملت خير، في خير عملته وهتحصد الخير ده، حان وقت تحصد الخير، حان وقت تحصد الخير، باب قدامك هيتفتح، قدامك 3 نقط والباب ده هيتفتح قدامك، ده باب رزق، باب الفرد، باب الرزق، باب الفرد دايلك في طريق سفر، شايف الباب مفتوح قدامك في طريق سفر، في طريق سفر سواء داخل الدولة اللي انت فيها او خارج الدولة، شايف فيه برضو رزق ليك، فيه ممكن نقول حد هتعلي من شأنك، فيه وظيفة، فيه زيادة راتب او هيعلى شأنك في الشغل اللي انت فيه او الوظيفة اللي انت فيه او وظيفة جديدة لان في ربح، بس بلاش تسمع كلام اي حد، تسمعش كلام حد كتير غير لما تشوف بعينيك، انا شايف عندك طاقة حمل، مستنيين حمل، انا شايف عندكم طاقة حمل، منتظرين حمل، حاجة زي كده، في حد عندكم مختفي نفسكم تشوفوه او نفسكم تسمعوا عنه، هو مختفي يا اما مسدون يا اما مختفي مش عارفين توصلوا له، ان شاء الله في خير باذن الله تعالى، بسم الله، شايف عندكم حد يقف معاكم هنا، الحد هيقف معاكم من ناحية العاطفة، هيخليكم تتخطوا كل المشاكل وكسرة قلبك، هتتخطى كسرة قلبك، هتتخطى الخذلان اللي كان فيك، هتتخطى الجرح اللي سابوه في قلبك، شايفك خايف، في توتر عندك، في قلق، يعني شايف عندك أمور معقدة، بس ابتدت معاك تتحسن، يعني كانت معقدة خالص بس ابتدت معاك تتحسن، إن لأنه في طاقة إيجابية. شايف برضه هنا اللهم صل على سيدنا محمد في اختلاف ما بينك وما بين حد، انا شايف في اختلاف ما بينك وما بين حد، بس انا شايف في حد هيطلب منكم طلب الفترة اللي داية دي، هيطلب منك طلب، يعني انا شايف عندكم انت هتضحي من اجل الشخص ده، شايفك عندك انت هتضحي بحاجة او هتضحي من اجل الشخص ده، اللهم صل على سيدنا محمد، في حاجة ما بينك وما بين حد، انا شايف في حاجة ما بينك وما بين حد، والحاجة دي ما تمتش على خير او ما اكتملتش ما بينكم، شايف يعني هي ما تمتش على خير او ما اكتملتش، انتوا كنتوا بتحبوا حد هو سابكم او في حد وقف لكم او في حد اتدخل ما بينكم خلاكم ما اكتملتوش مع بعض او بعدتوا عن بعض او ما وصلتوش للهدف اللي انت عايزينه، هو بعد وسابك او تدخل حد وسطيكم خرب عليكم او فشكل ما بينكم، لان انتوا يعني تعبانين، قلبكم مكسور قوي، في حب يعني مهووسين، في بتحبوا الناس دي قوي، بتحبوها حب صادق من قلبكم، مشتاقين لهم قوي، بس انا شايف في طاقة جديدة، في طاقة جديدة، بس انا شايف في حد متدخل، يعني انا شايف في حد متدخل ما بينكم وما بينك وما بين الشريك او ما بينك وما بين الشريك، شايف في حد متدخل، ان شاء الله خير، خير باذن الله تعالى، ان شاء الله خير، بس انا شايف برضه طريق قدامك مفتوح، انا شايف برضه هتحصله، هتوصلوا للنقله اللي انتوا عايزينها دي، هتوصلوا لي، انتوا حاسين ان الفتره دي صعبه، يعني انتوا حاسين ان الفتره دي صعبه من اكتر الفترات اللي عندكم يعني، انا شايف برضه ان انتوا تعبتوا صبرتوا كتير، صبرتوا وتعبتوا واستحملتوا كتير، محدش حاسس بتعبكم، محدش حاسس بيكم، عندكم الطاقة السلبية مسيطرة شوية، 24 ساعة عقلك بيفكر، قاعد مع نفسك عمال تفكر كتير، في حد اتخلى عنكم يعني سابكم ده بعد ما انتوا ساعدتوه او دعمتوه او وقفتوا معاه وساعدتوه، سابكم وخذلكم بعد عنكم، شافوا انه بعد عنكم وترككم يعني بعد عنكم، بعدكم انتوا وقفتوا معاه وساعدتوه ودعمتوه، في سر شايفه متداري، السر ده انتوا كاتمينه، السر ده شافه متداري عنكم او يعني انتوا كاتمينه او انتوا مش حابين تتكلموا عليه،
السر ده انتوا كاتمينه، السر ده رهيب جدا، انتوا كاتمينه ما عايزينش تتكلم عليه خالص. بس انتوا محتاجين يعني تتكلموا مع حد، يعني محتاجين تسمعوا حد، رأي حد، او تسمعوا حد يعني يتكلم معاكم، فضفض معاكم في الكلام. بس انا شايف عندك ان انت منتظر مكالمة، منتظر مكالمة من حد، في مكالمة ديالك، من بعد المكالمة دي فيها فسحة، فيها خروجة حلوة، شايفك ان في خروجة حلوة او فسحة من بعد المكالمة دي اللي انت منتظرها او الرسالة، شايفك فيها خروجة او فسحة. شايف عندك برضه هنا في حاجة في أرض بيتكم، لفرحة بنجاح، لارتباط، لخطوبة، لأن أنا شايف فيه هدايا في أرض بيتك، هدايا وفرحة، إن شاء الله يكون زواج. بس خلي بالكم عندكم سحر تفريق، سحر مرض، سحر كروهية، شايف عندكم سحر، السحر ده معمولكم سحر تفريق. أنا شايف برضه الخطوبة بتاعتك ما كملتش، مش مكتملة معاكي ارتباط خالص. شايف برضو حصل مشاكل ما بينك وما بين الشريك، في منكم حصل انفصال. شايف برضو حصلت مشاكل كثيرة بسبب السحر ده. بس عندكم نجاح، عندكم طاقة ديالكم بإذن الله، عندكم يعني انتوا حلمتم بحلم ومنتظرينه يتحقق، حان الوقت انه يتحقق بإذن الله تعالى. شايف ان انتم هيعلى شأنكم، هيعلى شأنكم بإذن الله. بس بالكم مشغول بأكتر من حاجة، بالكم مشغول بأكتر من حاجة. شايف برضو عندكم تخلص أوراق في المحاكم، لأن عندكم قضية أو حد عزيز على قلبكم عنده قضية راح تخلصوها في المحاكم، لأن أنا شايف في أوراق في المحاكم بتخلصوها، تخلص على خير بإذن الله تعالى. شايف برضو عندك حد قريب ليك، والدك، والدتك، حد قريب عزيز على قلبك، مريض، تعبان، تعبان، ان شاء الله ربنا يشفيه، لان انا شايف في طاقة شفاء لحد قريب عليك. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرنا مما انتظر منك. شايف عندكم هنا حد تخلى عنكم، حد تخلى عنكم في لحظة، يعني انتم ما كنتوش متوقعين ان هو يتخلى عنكم او يكسركم او يجرحكم او يبعد عنكم، هو تخلى عنكم وترككم، يعني تخلى عنكم في وقت انتم كنتوا محتاجين انه يقف معاكم، كنتوا محتاجين جدا، بس تخلى عنكم، تخلى عنكم. شايفك هنا في طريق قدامك هتفتح، فيها طريق مشروع او هتخش في ربح فيه مال، لإما مشروع أو هتفتح مشروع أو حد هيشاركك في مشروع أو تجارة هتخش فيه، فيها نجاح، أنت خايف تخش فيها أو خايف تكملها، لكن فيها نجاح ليك وفيها ربح بس بلاش تتكلم، بلاش الكلام الكثير، بلاش كل اللي في قلبك يكون في على لسانك، لأن أنت قلبك طيب وصافي، بتتكلم بنية خير، لكن الناس بتجري لكلامك وبتحسب لك كل كلمة وبتحسب لك أرباحك وبتحسب لك دخلك. فخلي بالك وبلاش الكلام الكثير، بلاش كل اللي على قلبك يكون على لسانك. انت عندك موضوعين محتارين محيرينك، في موضوعين انتوا محتارين فيهم مش عارفين تختاروا ايه. انا شايف برضو في نقط هتتحط على الحروف، في نقط هتتحط على الحروف وهتختار الطريق الصح او هتختار الاختيار الصح. بسم الله الكاشف. شايف هتعدي من ازمة، هتعدي من تعب، يئست، عندك احباط، عندك تعب، عندك ضيق، عندك الم، في الم معدة، صداع غير منتظم، عندك الم في الظهر، في الرجلين، اكتر حدا الضيق واكتر حدا المشاكل للمنفصلين بسبب السحر، واللي متزودين المشاكل واللي لسه ما تزودتش، ما فيش اكتمال معاك في اي شيء. عندك مبلغ مالي، اول حاجه في مبلغ مالي ديلك، المبلغ المالي ده هيفك كرب معاك او فك زنقه او هيفك حاجه معاك، في مبلغ مالي ديلك كويس، ممكن نقول مكافاه او ردوع دين او حواله، في مبلغ مالي ديلك باذن الله تعالى. عندك عتبه جديده، العتبه جي مسكن او عتبه جديده فيها راحه ليك. عندك هنا حد حيران، ارى الحبيب، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك كمان. في نقلة عندك وتغير
جذري بأمورك، يعني عندك حالات كثيرة فيها الفرح عليك، لأنك اللي تعبت، حصل مشاكل معاك كبيرة، حصل معاك تعب كثير، تعبت، بتقول أنت بتقول هانت، عمال تصبر في نفسك، تقول هانت إن شاء الله بكرة تنحل، وهتنحل هتنحل. في مكالمة ديالك، المكالمة دي فيها شغل ليك أو وظيفة، في وظيفة عندك ديالك، وظيفة أو شغل أو حاجة من سبب المكالمة دي. في شراء بيت، شراء بيت أو تغير محل إقامة، منكم بعاوز يشتري بيت أو عايز يشتري مسكن أو عايز ينقل من المكان اللي فيه، عندكم شراء منزل بإذن الله تعالى أو شراء بيت بإذن الله، وفي تغير إقامة. في شفاء من مرض، من مرض واستقرار صحي لحد قريب على قلبك، عزيز عليك، أهلك، من قرايبك، من أصحابك، أصدقائك، ده عزيز على قلبك. عندك نصرة برضو، يعني هتنتصر بإذن الله تعالى. الناس دي أذتك، كسرت قلبك، درحتك، خزت مالك، أذتك كتير، تعبتك، وانت مش عارف تاخد حقك. عندك نصرة بإذن الواحد الأحد، عندك نصرة بإذن الله تعالى. بس أرى في أراكم يعني تعبانين، والتفكيركم مشتت، عمال تفكر 24 ساعة، محتار، مش عارف تاخد قرار، تعبانين وتفكيركم مشتت. بس في أيام حلوة، في تغير للأفضل، في مشكلة عاطفية حصلت، في مشاكل عاطفية حصلت أو مشكلة عاطفية حصلت ما بينكم، وعدم استقرار. هدي نفسك وبالهدوء، كل حاجة راح تنحل، بلاش العصبية، بلاش المشاكل، هدي نفسك، كل حاجة هتنحل، لأنه ورا عندك كل ده من سبب السحر. في شفاء من السحر أو من المس القديم، في منك البنات أو أخواتنا الشباب، في مس عندك قديم، مس قديم، في شفاء من السحر أو من المس القديم، في شفاء من السحر أو من المس القديم عندك بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. أنتم بس عليكم مراقبة، عليكم مراقبة، في حد بيراقبكم، عليكم طاقة مراقبة، في حد عمال يراقبكم، يعني خاطط عينه عليكم، عايز يوصلكم بأي طريقة، عايز يوصلكم، ده عمال يراقبكم مش كويس. الشخص ده بيحاول يأذيكم، عمال خاطط عينه عليكم، بيراقبكم الشخص ده. بس هنا عندكم يعني الشفاء لأحد الأقارب، الشفاء لأحد الأقارب، بلاش الكسل، بلاش الخمول اللي عندك، اخرج من الطاقة اللي انت فيها، اخرج من الطاقة اللي انت فيها، اخرج منها، اطلع من الطاقة دي، بلاش الطاقة، عشان عندك سوف تفاجأ، عندك هتفاجأ بحد ديالك، روحك هتحيا من جديد. الأشخاص المناسبين في طريقهم ليك، سوف يحدث كل شيء فجأة، لأنك تستحق، إنك تستحق هذا، أنك تستحق، لأنك صبرت، كفحت، وصلت لهدفك، ساعدت ناس كتير، مش استنيت منهم المساعدة، لكن أنت ساعدت الناس كلها، حب الخير للناس، عندك روحانياتك شديدة، حافظ على روحانياتك، إزاي؟ بلاش الكلام، انت عندك احساس كويس، بتحس بالحدا قبل حدوثه، بتحس بالشخص اللي قدامك ان كان صادق او ان كان كذاب، بتشعر بالشخص اللي قدامك، بتحسه قبل ما يتكلم، تبقى انت عارف عايز ايه او عينه فيها ايه، واكتر حدا رؤيتك المنامية، حافظ على رؤيتك المنامية، حافظ عليها ازاي؟ بالاذكار الصباح واذكار المساء والتحصين قبل النوم، لان الشيطان بينسيك، لان فيها طرق صحيحة ليك او اتجاهك للطريق الصح ليك، بس الشيطان بينسها لك، السحر او المس بينسها لك، فانت حاول تخلص من السحر او المس عشان تقوى روحانياتك وتتعلم. يمكن عندك كمان هنا في تغير في حياتك، ممكن يكون كليا حياتك تتغير، المكانة عالية كمان بفضل الله تعالى، عندك فترة انتقال للأفضل، يعني تخص حياتك العاطفية أو الأسرية، في عملية شراء، بتشتري إيه؟ أرى في عملية شراء بيع أو شراء ناجحة، في عملية شراء أو بيع دي ناجحة، فيها نجاح ليك، يعني البيع ده أو الشراء ناجح بإذن الله تعالى، عندك يعني طاقة شراء أو طاقة بيع هي ناجحة، أو مشروع أو في مكافأة ليك. مكافأة أو هدية، هي خلاص ما بين إيديك، المكافأة دي من بين إيديك أو خلاص يعني بين إيديك، وخروج الشر من حياتك، والست دي راح تنشغل بعيد عنك، هتنشغل بعيد عنك،
انت طبعا عايز تحصن نفسك منها، عمال تفكر اه ازاي ابعد نفسي منها ما اخليهاش تاذيني، هي هتنشغل بعيد عنك، ربنا يشغلها بعيد عنك بالمرض اللي هيديلها او بالتعب اللي هيديلها، هتنشغل هتنساك مش هتعرف توصل لك، مش هتعرف تاذيك تاني، هتنشغل بعيد عنك. ورجوع حق ليك، حقك رادع، حقك رادع، مهما توصل مهما تعمل حقك رادع لك باذن الله تعالى، حقك ليك رادع، لان ارى الدمعه نزلت من عينيك بالدعاء، وحسبي الله ونعم الوكيل كانت مكرره على لسانك كثير. حقك رادع باذن الله تعالى، ونصر على الظالم ببركه ذكر الله، ببركه ذكر الله. في خبرين هنا حلوين، الخبرين دول حلوين هيسعدوا قلبك في الطريق ليك، في الطريق ليك. هم الخبرين عند في عوده للمنفصلين، في عوده، ارى في عتاب، لا عتاب ما بينكم، عتاب حد وسطيكم متدخل، وحدة أو واحد متدخل وسطيكم وحصل ما بينكم عتاب أو مشاكل، حصل ما بين هيحصل، وفي عودة، في عودة، في عودة ليكم، يعني عودة بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. في عندك هنا العتبة دي اللي هتشتريها، لأنها اشتراك البيت، بيشتري منزل، المنزل ده هو اللي هيكون فيه الراحة ليك، أراك يعني فرحان سعيد سعيد. عندك حل مشكلة كمان، المشكلة دي كانت المشكلة دي كبيرة، كانت مدمرة حاجات كثيرة في حياتك. عندك هتحل المشكلة دي. المشكلة دي خلاص حد هيتدخل معاك وهتحلها، هتحل المشكلة دي خلاص. بس هي مشكلة كانت ممكن توقعك في وضع كبير. والمريض اللي عندك راح يشفي اللي أنت زعلان عليه. هو عندك يعني بس احتفظ، عندك حلم مزعج معاك. ممكن تحلم بكلاب، حيوانات، ثعابين، سود، رؤيات منامية تعباك، عندك رؤياتك المنامية يعني هي من السحر اخواتنا في الله، اخواتنا في الله من السحر. ورؤيتك للامور اللي حواليك صح، رؤيتك للامور اللي حواليك صح جدا، وتوقعاتك في محل، توقعاتك اللي بتوقعها في محل، لان انا قلت لك عندك روحانيات عالية، فتوقعاتك للحدا اللي حواليك صح، وتوقعاتك كمان في محل. كل حاجه بتتوقعها، طاقتك السلبيه اللي عندك دي، اللي الغيمه اللي حواليك، الغيمه اللي على عينيك اللي مش خلاك عارف تركز، عارف توصل لهدفك، هتخلص من الطاقه السلبيه، لان طاقه ايجابيه قادمه ليكم، النور هيكون حواليك، وهيكون حواليك يفتح لك جميع الابواب، طاقه النور حواليك، الطاقه الايجابيه دي خلاص قادمه ليك، عندك احساس بالقوه طاغي. عندكم هنا في اختبار من ربنا انت بتمر بيه، انت بتمر بيه، وعايزك محتاج يعني تحكم عقلك وتلغي قلبك ده، تلغي قلبك علشان تمر بسلام من الاختبار، وهتوصل لهدفك، هتوصل لهدفك باذن الله تعالى. في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليك، الشخص ده هيعترف لك بالحب، الشخص ده هيعترف لك بالحب، في اعتراف يعني بالحب ليكم، او ممكن يعني او ربما تكون صداقة او علاقة عابرة هتتحول لموضوع يعني جد يعيد لحياتك الفرحة. فانا عارف في زعل جواك، زعلان، في زعل جواك، وبتحاول يعني تضحك وما تظهرش ضيقتك، صدقني ربنا يهونها عليك وهتعدي على خير، وعوض ورزق كبير دايلك من ربنا بيكون قريب منك باذن الله تعالى، بعد التعب والعذاب سنين خلاص هانت ديالك النصره. اراك برضه يعني زعلان على احباء اطفالك او زعلان على اخواتك، حصل ما بينهم مشاكل، مكسورين، مجروحين، بتحاول تساعدهم على قد ما تقدر، بتحاول توصلهم للهدف الصح، بتحاول تخليهم مع بعض او ما يبعدوش، ان شاء الله كل شيء هيكون في في ظنك باذن الله تعالى، وربنا يشغل هاي الساحره او هاي الست عنك، ربنا يشغلها بمرضها، بتعبها، هتنشغل عنك وستفادى بالافراح والقادمه، لان الفرحه في ارض بيتك. فرحة يعني انت منتظرها، منتظر الفرحة دي، هي في ارض بيتك الفرحة، ممكن بخطوبة لما زواج باذن الله تعالى، في بشرى بمولود، بشرى بمولود ان شاء الله، لو بتفكر في المولود او الاطفال، لو عندكم اطفال في فرحة، في فرحة باطفال ان شاء الله، يكون نداح في المدارس باذن الله تعالى، عنده نداح في امتحاناته، او بشرى باطفال جديدة بحمل، ستبدل كل احوالكم باذن الله تعالى للاحسن، ستبدل بابك خلاص، باب الحظ، باب الفرحة، الباب اتفتح قدامك، الباب اتفتح، يعني هك كل شيء، واللي يعني اللي مسحلك وانت يعني في حد مسحلك برضو،
الشخص ده مزعلك، يعني انت مش عارف تعاتبه، مش عارف يعني في حد زعلان انت في قلبك منه، قلبك مكسور منه، وهو معاك ومعاك بس انت مش عارف تعاتبه او مش عارف لانك خايف برضه على زعله، خايف على زعله، مع انك انت زعلان بس مش عارف تعاتبه لانك خايف على زعله، لان مراك برضه مريت بطائفه يعني برضه ماليه مريت به، وربنا كرمك ورزقك بمال لم يكن في حساباتك، وعندك برضه يعني الفرحه ديال، وطاقه المال قويه، طاقه المال قويه، يعني هناك مبلغ مالي ممتاز كويس، يعني المبلغ ده قدامك خلاص ثلاث خطوات، انت كنت محتاجه، كنت محتاجه باذن الله تعالى قدامك المال. اللهم صل على سيدنا محمد. في حاجه حلوه قوي هتحصل معاك قريبه انت منتظرها بفارغ الصبر، ودي هتخرجك من الزعل اللي انت فيه، لان انت زعلان وقلبك مكسور، هتخرجك من الزعل اللي انت فيه، هتخرجك. في شخص هنا بيحبك قوي، بيحبك قوي، الشخص ده بيحبك قوي، لكن اراه بعيد عنك، مش عارف يقرب منك، او مش عارف يوصل لك، او مش عارف يقرب منك. ان شاء الله تكون حياة جديدة ما بينكم باذن الله تعالى. القلق اللي عندك والخوف رق القال وعلى حد مسدون، او عندك اوراق بتخلصها في المحاكم، او حد مريض، او حد مسدون على قلبك، او قريب يعني على قلبك او عزيز عليكم، في مكالمة هتفرحك بسببه، يعني مكالمة هتديلك هتفرحك بسببه. المكالمة دي ممكن يكون خروج، هيخرج من الأزمة، أو تم شفائه، أو تم العملية بنجاح، أو هكذا. في مشروع أنت داخل فيه، مشروع شغل، وظيفة، مشروع عمل، نجاح، لأن أراك قلقان منه، خايف ما يقبلكش، خايف تفشل في الموضوع، في المشروع أو الموضوع اللي أنت فيه، قلقان علي المشروع ده. إن شاء الله في نجاح، في طاقة نجاح بإذن الله تعالى، المشروع ده راح ينجح معاك، لأن طاقة النجاح قريبة بإذن الله تعالى، راح تنجح في المشروع ده وتحقق هدفك، بس أكثر حاجة بلاش الكلام، بلاش الكلام فيه، بلاش تتكلم في طموحاتك أو أهدافك أو شغلك أو وظيفتك أو مستقبل، بلاش كثرة الكلام، بلاش. في مناسبة حلوة، ويعني مناسبة حضور حفلة، أو مناسبة في أرض بيتك، عندك مناسبة حلوة بإذن الله تعالى، المناسبة دي هتكون فيها فرحان، هتكون فيها سعيد. في طريق سفر برضو قدامك، حد هيطلب منك تسافر، أو أنت عايز تسافر لشغل أو فسحة أو شغل، أو يعني في طريق سفر قدامك مفتوح بس لسه أنت ما دخلتش فيه، الطريق ده مفتوح قدامك، طريق السفر بس لسه ما دخلتش فيه. واللي حصل انفصال اللي كان بسبب السحر أحبابي في الله، السحر إن شاء الله راح تفك السحر، وراح يخرج من بيتك كل شيء بالأذى، بيخرج كل شيء بإذن الله تعالى، وتعيش في الراحة والأمان، والشغل قدامك مفتوح بإذن الله تعالى. وأكثر من الاستغفار، وأكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كله. أحبابي في الله، فضلا وليس أمرا، ادعموا الفيديو باللايك، وانزل فيها التعليقات، صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك، وانت خير المبشرين كلها. وان كنت بتعاني كما كنا السحر او المس او من تعطيل او من اي شيء، داخل القناه كل هذا، يلا تدخل داخل القناه، تطلع لفوق الفيديوهات هتلاقي نزل على هذا السحر وعلى هذا المس وعلى هذا التعطيل وعلى هذا القرين وعلى هذا التابع، كل شيء في الفيديو.